سلام البنات الحباب، واش راكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وهانين مهنيين يا رب. مرحبا بكم في فيديو جديد من تحليات رمضانية سهلة وسريعة. اليوم راح نديروا تحلية رائعة وبسيطة، راح نديروا محلبي. ما كانش اللي ما يعرفش المحلبي، ولكن هاد المرة راح نديروه بطريقة عصرية وجديدة. راح نبدلوا فيه لوجو، يبقى هو هو بصح راح نزيدوا في لوجو تاعو، راح نزيدوا شوية إضافات. واش نحتاجو في الوصفة تاعنا؟ نحتاجو محلبي أو أرز مرحي، نحتاجو نص لتر من الحليب، زوج مغارف كبار سكر، هنا على حساب الحلاوة. والإضافة الجديدة أو اللمسة الجديدة اللي راح نزيدوها في المحلبي تاعنا، راح نضيفو كمية من الزبيب المقطع. صراحة زيدوا هذه الإضافة وراح تشوفوا باللي المحلبي تاعكم راح زاد مدلكم لوجو أحسن وأحسن، ما يتشبعش. اول حاجه نحطوا نص لتره تاع الحليب، نزيدوا لها زوج مغارف كبار اونص تاع المحلبي وزوج مغارف كبار سكر. هنا نخلطوا كلش بارد في البارد، ونحطوه على درجه حراره تكون متوسطه، ما تقويش عليه، خلي المحلبي تاعك يطيب في راحته. وهنا نحركوا، نبقاو مع التحريك المتواصل حتى نحسوا باللي المحلبي تاعنا تقال. بون، هنا كيما راكم تشوفوا كنا حطينا المحلبي تاعنا فوق النار، وبقينا نحركوا فيه تحريك متواصل مع نار هاديه. وفي اللحظه هذه كي نشوفوا المحلبي بدا يغلي ولا بدات تظهر فقاعات، نضيفوا كميه من الزبيب اللي قلت لكم عليها، ونخليه حوالي دقيقه ونطفي، ونزيدوا ملعقه كبيره من ماء الزهر. هذه هي الطريقه، وصفه سهله وبسيطه، نطفيوا عليها ونروحوا نشوفوها في طبق التقديم. وهنا نقدموا المحلبي تاعنا في كؤوس تقديم. كنت انا هنا اخترت نوعين من كؤوس تقديم، هنا اختياري. وهنا نبداو في التزيين، كما قلت لكم تزيين اختياري. انا مادامني بديت بالزبيب والوصفه تاع نهار اليوم او التحليه تاع اليوم كانت فيها مكون اساسي اللي هو زبيب، واللي هو صراحه يمد بنة رائعة رائعة ومغيرة على البنة الأصلية تاع المحلبي. نتمنى من كل قلبي تجربوه، منه فعلا فعلا طعم خيالي. هنا تزيين كما قلت لكم اختياري. الفيديو تاع نهار اليوم كان عبارة عن تحلية باردة سهلة وسريعة لوصفات رمضانية إن شاء الله، عبارة عن محلبي بلمسة عصرية وحديثة. إلا حبيتوا نجيب لكم وصفات عديدة من التحليات، ما عليكم إلا الضغط على الجرس والاشتراك بالقناة والإعجاب بالقناة، هكذا بيوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.